الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عماد، ووضع الأرض وهيأها للعباد، وجعلها مقرهم أحياء وأمواتا، فمنها خلقهم وفيها يعيدهم، ومنها يخرجهم تارة أخرى يوم المعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا مضاد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل العباد. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل العباد، وسلم تسليما كثيرا. وبعد لقائي معكم إن شاء الله تعالى في هذا اليوم الطيب المبارك تحت عنوان في خلق السماوات والأرض. نعم، في خلق السماوات والأرض. فاسمعوا يا عباد الله إلى قول الملك جل في علاه: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، بل قوم يعدلون. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، وصدقوا بما أخبركم به واعتقدوه، وارفضوا ما خالف كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أقوال الناس وردوه. لماذا؟ لأن ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل وزور وبهتان، وما وافق الكتاب والسنة فهو حق ثابت لقيام الحجة والبرهان. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى لم يشهد أحدا خلق السماوات والأرض، فلا علم لأحد في ذلك إلا ما جاء عن طريق الوحي. قال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. أيها المسلمون، لقد خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، فجعل السماوات سبعا والأراضين سبعا، وجعل السماوات طباقا بعضها فوق بعض. قال تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وبناها سبحانه بناء محكما قويا. قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. رفعها سبحانه بغير عمل وأمسكها بقوته، وفي يوم القيامة يطوي الله السماوات بيمينه. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أيها المسلمون، إن هذه الآيات لتدل دلالة قاطعة على أن السماوات أجرام محسوسة رفيعة مستوية محكمة محفوظة،
لا يستطيع أحد دخولها ولا اختراقها إلا بإذن الله عز وجل. ألم تعلموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف البشر وجبريل أشرف الملائكة؟ ما دخل السماوات حين عروجهما إلا بإذن الله والاستفتاح، فكيف بغيرهما من المخلوقين؟ أما الأرض فإنها سبع أراضين في ظاهر كلام رب العالمين وصريح سنة سيد المرسلين. فنأتي إليكم بالدليل، الدليل من القرآن، قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. والدليل من السنة قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل والأراضين السبع وما أقلل. بمعنى أن السماوات مثل الأرض في التطابق، أو أن الأرض مثل السماوات في التطابق، فإذا كانت السماوات سبعا طباقا فكذلك الأرض سبعا طباقا. أيها المسلمون، لقد خلق الله هذه السماوات وهذه الأراضين وقدر فيهن ما قدر من عجائب قدرته وأسرار مدعاته، وفصل لنا ما فصل منها في سورة فصلت، حيث قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. عباد الله، إلى هذا الحد نكتفي، سائلين الله تعالى من صميم قلوبنا أن ينصر الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. أحسنت وبارك الله فيك، ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى إنشاد وخطابة، تعرف كمان في إيه؟ في عنده ابتهال، يعني من هواة الابتهال والإنشاد والخطابة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب يا أحمد، هل تستعد الآن؟